بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا دكاتره مره تانية. في السيشن اللي فات، في الفيديو اللي فات، خلصنا كلامنا او بدانا كلام عن الار بي سيز ديس اوردر، وكنا بدانا كده بالكلام عن الايه الريد سيل انديسز، ريد سيل انديسز، وبعدين اتكلمنا عن الريتيكولوسايت كاونت. ده كلام في السي بي سي عموما اللي هنعملها احنا ككلينيكال باثولوجي. بعد كده بدانا نتكلم انواع الانيميا. قلنا انواع الانيميا على حسب السبب، على حسب السيفيريتي، على حسب الحجم بتاع الخليه، على حسب اللي هو الام سي في، وبعدين ازاي اشخص انيميا عموما، ازاي اشخص اي مرض اصلا، ومثلث التشخيص كده هيستوري واكزامينشن وانفستيجيشن. اخر سؤال بس انهيت عنده هو ايه، ليه احتاج اعمل تحليل ستول في مريض انيميا، يعني جاي لي في ميل او جاي لي ميل ايا يكن، وبيعمل تحليل سي بي سي عادي بيطمن كده، فلقيت عنده انيميا، فبفحص الشخص ده ليه ممكن احتاج اطلب له ستول. في مثلا في طفل صغير ممكن يكون السبب انكليستوما، فلاقي في الستول بتاع الطفل ده الاوفا بتاعت انكليستوما، او الاوفا بتاعت الهوك ورم عموما، ممكن الاقي حاجه اسمها اوكالت بلاد، دم مخفي او دم ار بي سي صغيره، نتيجه ان الاوفا دي البارازيت ده بيشارك بياكل اكل الولد بالبلدي كده. طيب ممكن مثلا في عيان اولد ايج، زي ما قلنا عيان اولد ايج ده عنده السر، او عنده مثلا بيبتيك السر، وقاعده تنزل ايروجن كده كل يوم، تنزل نقط دم كده، هو مش هيشوفها، تلاقي السوم بتاعه كويس جدا، شكله كويس، يقول لك انا لا ما عنديش مشكله مع الحمام. في عندك مشكله في البراز يا حاج؟ يقول لك ما عنديش مشكله. طيب امال المشكله جايه منين؟ انك لو عملت له حاجه اسمها اوكالت بلاد في الاستول، دم المخفي، اللي هو انت بتقول للكلينيكال باثولوجي دور لو سمحت على الار بي سيز في الاستول، تمام؟ فيلاقيها، فيقول لك لا ده في بلاد في الاستول، في اوكالت بلاد في الاستول. طيب دي برضه تسبب انيميا، ايرون ديفيشنسي انيميا، وتسبب حاجات كتير. طيب عموما برضو قد يصل الموضوع انه عيان كويس جدا ويكون سبب الاوكالت بلاد ده، او البلاد اللي في الاستول ده، الهيموليسيس بقى اللي على مدى طويل ده، نتيجه مثلا كانسر كولون في اولد ايج مثلا، وراجل كويس جدا كان بيعمل سي بي سي، وبعدين في عنده كانسر في الكولون، ففي ايروجن، في حته فيها السر نتيجه الكانسر ده، فقعدت كل يوم والتاني تنزل دم على مدار فترات طويله، الراجل ده برضو ممكن يجيب انيميا وهكذا. يبقى عموما دي كان ليه ممكن اعمل تحليل السول، بس فكرنا فيها مع بعض كده، وانتوا حضراتكم بره في بعيدا عن اللايف يعني خارج التسجيل، اجابته اجابات نموذجيه الصراحه. طيب تعالوا بقى نبدا نتكلم عن نبدا نخش بقى في انواع الانيميات. احنا انواع الانيميات عموما على حسب السبب، يا اما انيميا نتيجه نقص تصنيع ديكريز ار بي سي برودكشن، يا اما زياده الهيموليس او زياده الدستراكشن. طيب الار بي سي برودكشن ده اللي هي الايرون ديفيشنسي والميجالوبلاستيك والابلاستيك والكرونيك ديز انيميا والسيدروبلاستيك انيميا والليد بويزنينج، دول اللي هتكلم عنهم دلوقتي ان شاء الله. تعالوا نبدا كده عباره الله مع واحد واحد فيهم. نبدا كده كلامنا عن، احنا هننهي المجموعه ديت، هنبدا بقى في جروب واحد. خلينا بقى في الكلام الايه؟ كلام الجد. مبدئيا فيما يخص، خلينا بس اخفي السكرين اللي ورا، الكلام عن الكرونيك بتاع الانيميا ونقص البرودكشن دي، عايز تتخيل يعني قبل ما نقول اي حاجه، لا هو المفروض ان انا هتكلم عن ايه، اقول مثلا مدي فكره عن ايرون ديفيشنسي ايه اللي حصل فيها، وبعدين هشوف انا صوره الدم بتاعت المريض ده عامله ازاي. الموضوع عايز تخيل، مش محتاج اي فزلكه خالص. انت لو متخيل ايه اللي بيحصل بالظبط في تصنيع الار بي سيز، مش هتحتاج تذاكر اصلا القصه دي. بصوا يا سيدي الكرام، ده البون مارو، ماشي؟ الار بي سي جوه البون مارو تبدا تتصنع، بتحتاج فيتامين بي 12، بتحتاج طبعا الايرن، بتحتاج البي 9 اللي هو الفوليك اسيد عشان تتكون الريتيكولوسايت اللي بعد كده بتخرج في البلاد اللي اسمها ار بي سيز. خلاص كده، ده قصه سريعا كده بالبلدي يعني على السريع، قصه ار بي سيز. اضرب اي حاجه في دول، يعني اضرب اي حاجه في دول، يبقى نقص برودكشن، يعني نقص بي 12 ماشي، نقص بي 9 ماشي، اللي اسمها ميجالوبلاستيك انيميا، نقص الايرن ماشي. مشكله مثلا مع كرونيك ديزيز البون اصلا، يعني مثلا واحد عنده، خد بالكم ده بيحصل نتيجه اشاره جايه من الكليه بهرمون اسمه اريثروبيوتين، لو الاريثروبيوتين فيه مشكله. طيب تصنيع الار بي سي والقصه دي بتحتاج دي ان ايه وار ان ايه وانزيمات ومش عارف ايه وحوارات كده، دي جاي من الليفر، من الليفر انزيم، من الليفر، الليفر بيصنع البروتينات والمسؤول عن تصنيع الهيموجلوبين والقصه دي كلها، مفيش ليفر مثلا كرونيك ديزيز وهكذا. الليد بويزنينج وقف تصنيع الهيموجلوبين، يبقى اي حاجه عملت انترفيرنس او انتربشن لعمليه البرودكشن هتوصل الانيميا. طيب مع اختلاف طبعا البرزنتيشن بتاعها، مع اختلاف الشكل في كل واحده من دول. فتعالوا مثلا نتكلم اول حاجه عن ايرون ديفيشنسي انيميا. مبدئيا كده الايرون ديفيشنسي انيميا هلاقي بكل بساطه بكل بساطه ده نقص المواد الخام، يعني الخليه مثلا، انت مصنع اسمنت كان بيملى عبوه الاسمنت كده او شكاره الاسمنت كده ب 50 كيلو،
لما كان بيجي له مواد خام طن ماشي، كان بيقسمها كده خمسينات خمسينات. طيب هو بقى جاي له نص طن، مطلوب منه يقسمه على نفس العدد، اكيد الوزن هيقل بالبلدي خالص. انت كان بيجي لك حديد اير، البون مارو كان بيجي له حديد، الحديد ده بيوزعه على 5 مليون ار بي سيز، اهو ار بي سيز ار بي سيز ار بي سيز، الكميه الحديد قلت، بالتالي الار بي سيز هتقل. هتقل في الايه؟ في الحجم، حجمها بقى قليل، بعد ما كان حجمها 50 كيلو بقى حجمها 20 كيلو بالبلد اهو، يعني بالفزلكه، مش محتاجه اي، مش محتاجه اي كلام طبي خالص. ماشي، بكل بساطه المواد الخام الايرن الحديد ناقص، يبقى السي بي سي بتاعتي عامله ازاي؟ هلاقي الام سي في قليل، حجم الخليه نفسه قليل، وكميه الهيموجلوبين اللي جواها قليل. ماشي، فسميها ايه؟ مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا، مايكروسيتك هايبوكروميك. خلاص، مايكروسيتك يعني خليها حجمها صغير، هايبوكروميك الصبغه اللي جواها قليله، ده الهيموجلوبين قليل. في نفس الوقت بلاقي البون مارو بقى ايه؟ بقى بيهبل، البون مارو بقى بيهبل، الموضوع بقى فيه زحمه وفيه خناق. بمعنى كان الاول لما بيجي الحديد بكميه كويس كان بيتقسم بالتساوي على الـ على الار بي سيز، فتطلع الار بتطلع الار بي سيز احجامها متقاربه، احجامها واشكالها متقاربه. بقى اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ البون مارو بقى عنده شويه ار بي سيز هي خدت كميتها الكفايه من الهيموجلوبين، وار بي سيز هي طالعه ما عندهاش هيموجلوبين كفايه اهو، فصغيره في الحجم، وار بي سيز ثانيه خدت شويه هيموجلوبين وما لحقتش تكمل الباقي ومش عارف ايه، فطلعها شكلها غير طبيعي. فتلاقي الار بي سيز اشكالها في الاخر مش طبيعيه، اشكالها مش الفاريشن، الاختلاف في الاشكال بينهم كبير. ده ليه؟ لان البون مارو ما عادش عارف يوزع ازاي. ده بتظهر في صوره ايه بقى؟ انكريز الار دي دبليو اللي هو الار بي سيز ديستريبيوشن ويتس، اللي هو ده يترجم لمصطلح اسمه ايه بقى؟ ركزوا في المصطلح ده عشان نشوفه عشان بنساه. انايزو بوكليو سيتوزيس. انايزو سيتوزيس يعني اختلاف في الشكل، بوكليو سيتوزيس اختلاف في الحجم. ماشي، فانايزوبوكليوسيتوز معناها اختلاف في اشكال واحجام الار بي سيز، معناها ان في فاريشن كبير بين اصغر ار بي سيز واكبر ار بي سيز، في مساحه كبيره قوي من الاختلافات، في فاريشن كبيره جدا من هنا لهنا اكتر من الطبيعي. دي من العلامات المميزه للار بي سيز بالمناسبه، وللايرن ديفيشنس انيميا، ودي من الحاجات اللي استخدمها في التفريق بين الايرن ديفيشنس انيميا والثلاسيميا، بقول من دلوقتي اهو. طيب كمان هلاقي ايه؟ بما ان بقى بكماله الهيموجلوبين مش طبيعي، ممكن الاقي حاجه اسمها تارجت سيل. تارجت سيل دي معناها ايه؟ معناها ان الهيموجلوبين طبيعي الار بي سي عامله كده، والهيموجلوبين متركز في الاطراف هنا كده ماشي، والمنطقه في النص دي بتبقى منطقه بيل، منطقه باهته. لا، بلاقي في النص هنا شويه هيموجلوبين كمان متراكمين كده، حاجه اسمها تارجت سيل. ده ممكن على فكره تارجت سيل بالمناسبه مش اب نورمال، يعني هي موجوده في الطبيعي، موجوده في اي حد فينا، ولكن كميتها قليله. الفكره بلاقيها زياده في ايرن ديفيشنس انيميا ماشي. طيب كمان ممكن الاقي نتيجه بقى، لو سبب الايرن ديفيشنس انيميا ديت فقد البلد، ان الشخص ده بينزل مثلا كرونيك ديزيز ولا حاجه، ممكن الاقي البليتلت كرد فعل، البليتلت بتزيد كرد فعل ماشي، ولكن طبعا مش ايه، مش اساسي. احنا بس عموما مايكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا مع زياده ار دي دبليو، الاثنين دول كده مع بعض انت لازم تستبعد الايرن ديفيشنس انيميا. خلاص، طيب ده اول حاجه السي دي سي لقيت فيها ابنورماليتي، فانا عايز اطمن على البون مارو، اخش على البون مارو على طول؟ لا، اسحب لو سمحت العينه، تبص على الريتيكولوسايت كاونت، تبص على الريتكس، هتلاقي الريتكس زياده. ليه؟ ده البون مارو وده البلد، البلد فيه انيميا والتيشوز مش واصل لها هيموجلوبين كويس او اكسجين كويس، وبالتالي في انيميا، فالبون مارو عايز يعوض، البون مارو عايز يعوض، فتلاقي الريتيكولوسايت كاونت زياده. يعني تلاقي مبدئيا كده الريتيكولوسايت كاونت زياده، بس هل هي زياده؟ زياده ولكن، زياده ولكن مش بالقدر اللي انت منتظره، زياده ولكن اقل من لو او لور ذان الاكسبكتد ريتيكولوسايت كاونت، يعني اقل من العدد اللي انت متوقعه. المفروض ان انت مستني ان الريتيكولوسايت كاونت ديت توصل عدد معين، نتيجه بقى ارجع بقى للحسبه اللي كنت بقول كوريكتد ريتيكولوسايت كاونت ومش عارف ايه، المفروض ان هي تزيد. لا، هتلاقي زياده ولكن مش بالقدر الكافي. ليه؟ مفيش مواد خام يا جماعه، مفيش ايرن هنا عشان خاطر يستخدم في تصنيع الريتيكولوسايت كاونت اصلا. المشكله في الاساس الايرن مش موجود، الماده الخام مش موجود. طيب ازاي بقى اتاكد ان دي مشكله في الحديد؟ اعمل ايرن بروفايل، اعمل ايرن بروفايل. مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا بتعمل على طول حاجه اسمها ايرن بروفايل، بتلاقي الكلاسيك، تلاقي الحديد قليل، الحديد قليل في الدم، وتلاقي الفيريتين قليل، معناه ايه؟ ان تم استهلاك مخازن الحديد. الفيريتين ده الحديد المخزن، لو دي الخليه الحديد مخزن، متخزن هنا في الانسجه بتاعت جسمنا، بيروح عشان يروح للبون مارو. معنى ان الفيريتين قليل، معنى الفيريتين قليل ان تم استهلاكه، وكمان الحديد قليل. طيب الفيريتين ده بروتين بيتصنع من الكبد، مش ممكن يكون المشكله
في الكبد؟ هنسأل نفسنا سؤال، يعني إلى الآن قلت الحديد قليل ماشي، والفيريتين قليل ماشي، الفيريتين ده بروتين بيصنع من الكبد، طب مش ممكن يكون المشكلة في الكبد والفيريتين أصلاً ما تصنعش؟ أه ممكن، بس إزاي أعرف إنه المشكلة مش في الكبد؟ بكل بساطة، وده الفرق بين الأيرن ديفيشنسي أنيميا والأنيميا أوف كرونيك ديزيز، إن بلاقي زيادة في التوتال أيرن بايندينج كاباسيتي. يعني إيه؟ يعني بكل بساطة التوتال أيرن بايندينج كاباسيتي اللي ما يعرفش هي بتقيس كمية أو قدرة الترانسفيرين اللي موجود في البلد. يعني ايه برضه؟ في عندنا بروتين اسمه ترانسفيرين، البروتين ده عامل شبه الكنبه اللي ورا الفخر الميكروباص، عنده اربع اماكن، واحد اثنين، يقول لك على طول يقول لك ايه في مكان ورا يا استاذ، اربع اماكن ماشي. المهم التوتال ايرن ده اسمه ترانسفيرين بالمناسبه، ده اسمه ترانسفيرين، كرد فعل طبيعي من الجسم من الكبد ومن خلال ومن الجسم اثناء نقص او اثناء حدوث الانيميا نتيجه نقص الحديد، انه بيبدا يصنع ترانسفيرين كتير عشان خاطر اي حته حديد في اي مكان تتنقل وتروح على البون مارو. ترانسفيرين ده الشيال اللي بيشيل حديد في الدم، فالكل اللي بيعمله انه بيشيل الحديد من التيشوز ويوزعها على البون مارو، ويوزعها على ايه، على التيشو عشان خاطر يعوض. فاللي بيحصل ايه، ان انا طبيعي كرد فعل، كرد فعل اثناء حدوث ايرن ديفيشنس انيميا الاقي ترانسفيرين زياده. الترانسفيرين نفسه ممكن يعني صعب اقيسه، فبستدل عليه بايه، بحاجه اسمها التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي، اللي هي قدره الترانسفيرين على التشبع او الارتباط بالحديد، اسمها توتال ايرن بايندنج كاباسيتي، قدره الترانسفيرين على التشبع بالحديد. بلاقي العدد ده زياده معناه ايه؟ معناه ان بقى في شيالين كتير. كان عندك 10، كان عندك 10 عمال بيشتغلوا بقدره معينه، بقى عندك 20، هتلاقي ايه، في معدل سريع بقى زياده عندك. انت بتقيس المعدل مش بتقيس العمال نفسهم، انت بتقيس التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي اللي هو قدره الجسم انه يرتبط مع الحديد او انه ينقل الحديد، مش بتقيس الترانسفيرين نفسه. طيب فبتلاقي بكل بساطه في ايرن ديفيشنس انيميا منطقي توتال ايرن بايندنج كاباسيتي عاليه جدا. ليه؟ الحديد الجسم الكبد قاعد يصنع ترانسفيرين، بيدور على الحديد في اي مكان عشان يوديها على اي حته حديد في اي مكان، هيوديها على البون مارو. كمان وديت دي قلنا بنفرق بينها بين الايرن ديفيشنس انيميا والانيميا اوف كرونيك ديزيز. النقطه اللي بعد كده الترانسفيرين، الترانسفيرين ريسبتور دي موجوده طبيعي على الخلايا اهي. اللي بيحصل ايه؟ ساعه ما بيقل الحديد عموما بتلاقي الترانسفيرين ريسبتور ديت بيحصل لها شيرنج من على الخلايا، يعني تمشي من على الخلايا عموما، على الارض من على الخلايا، من خلال الجسم عموما، وتبدا تبقى كتيره في البلازما. فانا ممكن اروح اقيس الترانسفيرين ريسبتور، الترانسفيرين ريسبتور نفسه مش ترانسفيرين، الاقي زياده او ماشي في ايه؟ فري في البلد، الاقي منه كميه كبيره في الايه؟ في البلد. خلاص كده؟ طيب بالمناسبه في عندنا في اندكس كده ممكن تعمله، انك تحسب تقسم الفيريتين على الترانسفيرين ريسبتور، بيطلع لك رقم كده، ده ادق في انك يحدد الايرن ديفيشنس انيميا، انما عندكم سطر كده اقراه وخلاص. انما عموما انت فعليا بتعامل بين هم كفايه جدا الاثنين دول مع بعض كده، مع الحاجات اللي بتشوفها في السي بي سي، انت كده بتشخص ايرن بروفايل، ايرن انيميا، ديفيشنس انيميا، وتبدا على طول. ممكن احتاج في حالات ايرن ديفيشنس انيميا ان انا اعمل تحليل ستول، والكلام ده جاوبناه من شويه. لو قلنا بقى لو واحد عنده حاجه زي الانكليستوما، قاعده كل يوم، الراجل ده عنده مثلا بقاله 10 12 سنه انكليستوما، عايشه معاه كل يوم، تاخد نقطه دم، نقطه دم طبعا تدخله في ايرن نتيجه انيميا نقص الحديد، تمام، ايرن ديفيشنسي انيميا. اشوفها ازاي؟ تحليل الستول بتاعه الاقي فيه اوفا، الاقي فيها اوكال تبلط في الستول، وهكذا. يبقى دي كده بكل بساطه قصه الايرن ديفيشنسي انيميا. النوع اللي بعد كده من الانيميا، النوع اللي بعد كده من الانيميا هو انيميا او الميجالوبلاستيك انيميا. الميجالوبلاستيك انيميا معناها بكل بساطه ماتيور سيتوبلازم، احفظ الجمله دي لو سمحت، ماتيور سيتوبلازم وذ اماتيور نيوكليس، او ماتيور سيتوبلازم وذاوت ماتيور نيوكليس. يعني ايه؟ يعني السيتوبلازم بتاع الخلايا وهي بتتكون في البون مارو اتكون بشكل طبيعي، كبر، حصل له ماتوريشن، كبر، ولكن في نفس الوقت النيوكليس كان المفروض تكبر كمان، ما كبرتش، عشان كده فضل الخلايا بهذا الشكل الحلوف، خليه كبيره والنيوكليس جواها اماتيور، جواها ريمننت من النيوكليس، ماشي؟ ليه الشكل كان المفروض انها تنقسم؟ خدوا بالكم كان المفروض ايه اللي هيحصل؟ يعني خليني اقول لكم الطبيعي عشان تخيلوا ايه اللي حصل، ايه المشكله اللي حصلت. بكل بساطه كان المفروض اللي هيحصل كده، دي خليه اهي، في خلايا ده احنا جوه البون مارو دلوقتي، احنا جوه البون مارو، ماشي؟ الخليه دي بكل بساطه جواها دي ان ايه؟ كان بتبدا بقى نتيجه وجود بي 12 وبي 9، بي 12 وبي 9 اللي هو الفوليك اسيد، تبدا الخليه تكبر في الحجم، السيتوبلازم بتاعها يكبر، والدي ان ايه كمان يكبر، يكبر يعني ايه؟ يعني يتضاعف. وبعدين الخليه تنقسم طبيعي، ده اللي كان المفروض يحصل، وتكمل بقى قصه ماتوريشن بتاعتها لحد ما تبقى ايه، ار بي سي في الايه، في البلد. ايه بقى اللي حصل؟ حصل نقص الدول بي 12 وبي 9 نقصوا، وبالتالي ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل الديفكت اللي حصل ان الخليه كبرت، السيتوبلازم بيكبر عادي، بروتينات موجوده كبرت، ولكن ما زال الدي ان ايه زي ما هو،
عشان كده تفضل خليها كده، خليها حلوفه والدي ان ايه بتاعها ريمننت بالدي ان ايه، حتت بالدي ان ايه، عشان ما حصلش ماتيوريشن للدي ان ايه. خلاص كده يا ساده الكرام، دي بكل بساطه قصه الميجالوبلاستيك انيميا. طبعا ده بيأثر على الار بي سيز والوايت بلاد سيلز والخلاف، يعني هلاقي كمان وايت بلاد سيلز حلاليف. ماشي، طيب دي اسمها ايه بقى؟ بتظهر في صوره ايه؟ يعني ايه وايت بلاد سيلز حلوفه؟ يعني تلاقي النيوتروفيلز هايبر سيجمنت، عارفين هايبر النيوتروفيلز عندها ايه؟ 3 سيجمنت، النيوكليوس بتاعها 3 سيجمنت، لا لهم 5 6 بقى 7 من السيجمنت دي. طيب دي اسمها هايبر سيجمنتد نيتروفيل. دي بكل بساطه قصه الميجالوبلاستيك، يا رب تكون تخيلتوها. يبقى ماتيور سيتوبلازم وذاوت ماتيور نيوكليوس او وذ ماتيور نيوكليوس، تظهر في صوره ايه؟ طبعا خليه كبيره، يعني ام سي في عالي، ام سي في عالي. في نفس الوقت في فاريشن كبير قوي بين اصغر خليه واكبر خليه، في فاريشن كبير، ده يظهر في صوره ايه؟ ار دي دبليو زياده. ايه كمان؟ ودي بقى اللي هتبقى دي اللي هتشخصها لك تحت الميكروسكوب، ار ان اي ريمننت، تبص عليها تحت الميكروسكوب تلاقي حاجه اسمها هاول جولي بوديز، قطع من الايه؟ من السيتوبلازم، قطع من السيتوبلازم لون ازرق. تمام؟ في نفس الوقت هتلاقي البليتلت عددها قليل كمان، نتيجه ده يدل ان في مشكله في التصنيع في كل الحاجات دي من الاول، في مشكله في الدي ان اي عموما، والوايت بلاد سيلز كمان ايه؟ بيبقى عددها قليل. ورغم ان هي قليله حلاليف، يعني رغم ان هي عددها قليل ولكن حلوفه برضه. ماشي؟ طيب ده كده بكل بساطه يبقى مشكله، ده مشكله عموما في تصنيع الدي ان اي من الاول، فطبعا الدي ان اي مش هيفرق بقى ما بين ار بي سيز بليتلت وايت بلاد سيلز، فتلاقي الثلاثه ايه؟ قليلين. يبقى الميجالوبلاستيك انيميا ممكن يكون معاها نقص في البليتلت ونقص في الوايت بلاد سيلز. طيب ابص على الريتيكولوسايت كاونت، دي انيميا فطبيعي البون مارو هيحاول يرد، ولكن بنفس الفكره البون مارو عنده مشكله اصلا في المواد الخام، فمش هو بيحاول يرد ونفسه يرد والله هو مش مانع، ولكن مشكله انه الريتيكولوسايت كاونت هتزيد ولكن بلو، يعني هتبقى عددها قليل بالمقارنه باللي انا عايزه. يبقى الريتيكولوسايت كاونت دي مش معناها ان عددها قليل، هي يعني معناها ان هي قليله بالمقارنه باللي انا عايزه من انيميا، فاهمين الفكره؟ يبقى لو كاونت ان ريليشن تو انيميا سيفيريتي، اللي هو السيفيريتي في انيميا هو قليل بالمقارنه باللي انا اصلا منتظره من الايه؟ من البون مارو. طيب لو جيت انا ابص على البون مارو افحص البون مارو في الحاله ديت، بلاقي البون مارو هايبر سيلولر. يعني ايه هايبر سيلولر؟ يعني شكل احنا شايفينه ده زحمه، البون مارو زحمه، في خلايا كتير، في عايزه تتكون، هو نفسه يكون كتير، نفسه يعوض، في انيميا، في مشكله في البريفرال بلاد، في مشكله في الانسجه، الخلايا بتصرخ بره، فالحقنا يا بول مارو، الحقنا يا بول مارو، فبول مارو نفسه ينجز فبيزود العدد عنده، فتلاقي هايبر سيلولر بول مارو، بول مارو فيه خلايا كتير زحمه. في نفس الوقت ودي بقى اللي بتشخص بيها ان ده نقص في البي 12 او بي 9 او اللي هو ميجالوبلاستيك انيميا، بتلاقي فرق كبير ما بين النيوكلير ماتوريشن والسيتوبلازمك ماتوريشن، قلت من شويه تلاقي السيتوبلازم كبر وخلاص هو جاهز انه يحصل له انقسام ولسه النيوكلس متاخره. يبقى في فرق ما بين ديسوشيشن بتوين نيوكلير اند سيتوبلازمك ماتوريشن، فرق بين الماتوريشن او الديفلوبمنت بتاع السيتوبلازم والديفلوبمنت بتاع النيوكليوس. دي كده الميجالوبلاستيك انيميا. دكتور موافي ليه تعبير جميل، يقول لك بطيخ في الدم، بطيخ في الدم، هي بالبلدي خالص. طيب الانيميا اللي بعد كده ابلاستيك انيميا، ابلاستيك انيميا دي اكتر مكان هادي في العالم، الابلاستيك انيميا اكتر مكان فاضي في العالم، عندما يتحول البون مارو الى ايه؟ الى فراغ، البون مارو بقى فراغ، بقى فاضي، شفتوا الزحمه بقى ومش عارف ايه، بقى فاضي جدا. هتلاقي موضوعكم الابلاستيك انيميا بادئه بتعريف مش عارف يعني، هو اللي يهمنا بس فيها نعرف بس ان هي بان سايتوبينيا. يعني ايه بان سايتوبينيا؟ يعني كل الكومبوننت بتاعت الدم نقصت، يعني نقص في ار بي سيز، نقص في الوايت بلاد سيلز، نقص في البليتليت، كل ده اختفى او قل، مش لازم يكون اختفى بالمناسبه. ماشي؟ طيب ايه اسبابها؟ اسباب كتير، ممكن يكون ايديوباثيك، ايديوباثيك ادويه زي الكلورامفينيكول، حاجات تانية بقى مثلا زي الانفكشن، حاجه زي حاجه اسمها باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، حاله هتاخدوها مع في البطنه ان شاء الله ممكن يحصل فيها ابلاستيك انيميا، حاجه اسمها فانكوني سندروم، دي بتبقى ماشيه مع بتبقى ماشيه جينيتك كده في عيله كامله على بعضها، تلاقي الولد عند سن 10 سنين كده العيله كلها عند سن 10 سنين يجي لهم ابلاستيك انيميا. ماشي؟ هتاخدوها مع الكبني وهتاخدوها برضو هتاخد عنها فكره في الهيماتولوجي، ولكن هتاخدوها بعد كده في البطنه رينال. ماشي؟ فانكوني سندروم لانها لها تاثير على الكبني. ماشي؟ طيب عموما دي اسمها ايه؟ ابلاستيك انيميا. الفكره وما فيها بعيد عن الاسباب والمش عارف ايه، ايه اللي حصل فيها بقى؟ ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها؟ الشخص ده يجي يشتكي من ايه؟ هلاقي البون مارو، الولد ده عنده بون مارو عباره عن صحراء جرداء، الدنيا فاضيه خالص، هو فاضيه فراغ، مكان هادي جدا، فتلاقي الار بي سي قليله، الوايت بلاد سيلز قليله، البليتلت قليله، تظهر في اعراض ايه بقى؟ ار بي سي قليله معناها انيميا، فتلاقي الطفل ده جاي يقول لك، الام تقول لك الولد ده هبطان، الولد ده بيهبط بسرعه، ما بيقدرش يلعب زي اصحابه، مجهوده قليل، بيصدع، بيشتكي من في زغلله في عينيه، كلام زي كده انيميا. طيب تفحصه كمان تلاقي علامات الانيميا، ارجعوا البطن تعرفوا ايه علامات الانيميا.
نقص الوايت بلاد سيلز يظهر في صوره ايه؟ انفكشن. الواد تقول لك الواد ده يا دكتور والله ده انا دايخه بيه على الدكاتره، والله ده انا دايخه بيه على الدكاتره، وانت بقى دكتور من الدكاتره، فانا جاي لك النهارده والله ده مش عارف انا رحت بيه فلان ورحت بيه العلان، وجاي لك انت بقى يا باشا ايه تشوف لي ايه المشكله. تسال بقى عن الولد ده، كان الولد ده تقريبا كل شهر بيكشف وياخد مضاد حيويه ويجي له انفكشن مالتيبل او ريكرنت انفكشن. طيب تبدا تفحص الولد، فممكن تلاقي مثلا بليدنج، بليدنج من سنانه مثلا، كلام زي كده. ده ناقص بليتلت، الولد عنده الثلاثه، الولد عنده ناقص ار بي سيز، ناقص يظهر صوت انيميا، وعنده ريكرنت انفكشن، وعنده بليدنج. الولد ده هل مثلا بينزل في مناخيره؟ هل عنده ديستاكسس؟ اه والله ده جات له قبل كده. طب هل مثلا لما بيتخبط بجسمه بيزرق على طول وبينزف على طول؟ اه والله ده القصه دي، وهكذا. يبقى عموما الثلاث المثلث ده او الثلاث حاجات دولت، ده كده يشاور لك على انه في مشكله مع الثلاثه كومبوننت بتوع البلد. اعمل تحاليل بتاعتي، اعمل معامل، فاعمل صوره دم يليها في الترتيب بريتكس، يليها في الترتيب بون مارو اسبيريشن. حلو، تعال نجاوب، تعال نسال نفسنا اسئله ونجاوب عليها واحنا ماشيين. يعني مثلا هعمل صوره دم الاقي الام سي في تقريبا نورمال. ليه؟ اصل البون مارو، بصوا البون مارو هو ما فيهوش خلايا، بس انتوا عارفين لو في خليه والله يهتم بها جدا ويزوقها يعني عنده فاضي بقى، فاضي بقى، ده المكان مطلوب منه كام بتاع ده ار بي سيز بقى، بيصنع ار بي سي واحده كده كل فين وفين. فيا سلام، يعني هي واحده وتطلع نورمال؟ لا، هي واحده تطلع نورمال، يعني حجم الار بي سي واحده ما فيش منه مشكله. خلاص؟ طيب يبقى الام سي دي غالبا هيكون نورمال. الوايت بلاد سيلز لو قليله، البليتلت لو قليله، ده في صوره دم. حلو قوي. ممكن اللي تكون زياده شويه في عدد الليمفو بلاست، لان من اسباب الابلاستيك انيميا الفايرال هيباتايتس، ان اصلا الواد ده عنده انفكشن في فيروس مثلا، ماشي؟ فممكن الليمفو بلاست تبقى زياده شويه، ماشي؟ عموما ايا يكن، يبقى الاساس عندنا ام سي في كويس، والوايت بلاد سيلز قليله، بليت قليله. حلو قوي. فاحنا طبيعي عايزين نطمن على البون مارو، هل ينفع اروح اطمن على البون مارو على طول، ولا اعمل اول ريتيكولوسايت كاونت؟ الخطوه عليها بدور بعد السي بي سي، ريتيكولوسايت كاونت، اطلب ريتيكولوسايت كاونت، الاقي الدكتور بيقول لي او الكلينيكال باثولوجي بيرد عليا. اه طبعا احنا دلوقتي كلينيكال باثولوجي، فاحنا هنرد بقى على الدكتور اللي بعت لنا التحليل، نقول له ايه يا باشا الريتيكولوسايت كاونت قليل في الولد ده. اه هنا بقى ايه؟ هنحط ايدينا على قلبنا. ليه؟ لان الخطوه اللي عليها الدور نسحب عينه من جول مارو. اسحب عينه من جول مارو الاقي فراغ صحراء جرداء، الاقي البون مارو قلبه فاضي. هايبو سيلولار، يعني ايه هايبو سيلولار؟ مين شافه ده؟ فاضي، مفيش زحمه. فاكر الزحمه اللي كانت موجوده مش بالي؟ مفيش زحمه، لا مفيش حاجه خالص اصلا. هايبو سيلولار، تلاقي الخلايا اللي كانت موجوده في البون مارو في الشكل الطبيعي استبدلت بفات. خلايا ايه لونها ابيض كده كبيره كده، مفيش حاجه، مفيش خلايا، مفيش حاجه. طيب اللي ممكن تلاقيها زياده، وخد بالك زياده من حيث النسبه وليس من حيث العدد. يعني تم، كان بقول لك كده، تم استبدال خلايا البون مارو بخلايا اخرى، هي خلايا الليمفوسايت. يعني الليمفوسايت ريشيو ولا زياده، ولكن العدد عموما قليل. يعني خلينا اقولها بطريقه ثانيه، كان عندي 10 وايت بلاد سيلز، منهم 5 نيوتروفيل، 3 ليمفوسايت، 2 مش عارف ايه، 1 مش عارف ايه، ولا دول 10 هم، ماشي؟ يبقى في كان 3 ليمفوسايت، الليمفوسايت كان نسبتها 3 ل 10. لا، في الحاله ديت بتلاقي كل يعني مثلا بقى في عنده 7 وايت بلاد سيلز او 5 وايت بلاد سيلز، شوف بقى عنده 5 وايت بلاد سيلز منهم 4 ليمفوسايت. يبقى وان كان عدد الوايت بلاد سيلز عموما ده قليل، ولكن الولد ده عنده الليمفوسايت نسبتها علت، نسبه الليمفوسايت علت، ماشي؟ طيب ادي كده فيما يخص الكلام عن الريتيكولو الابلاستيك انيميا، علاج ليه الابلاستيك انيميا. ممكن يكون طبعا المشكله جايه من مشكله في البون مارو، في هنا مثلا لوكيميا، في ديسبلاستيك سندروم، في مثلا كانسر وعامل انفلتريشن للبون، زي ما قلنا من شويه في فانكوني سندروم، في دواء دراج بياخد دواء مثلا بيبوظ البون مارو، ايا يعني يبقى في ادويه بتعمل بون مارو سبريشن، ناخد بالنا منها. خلاص كده يا ساده الكرام، يبقى من الحاجات المهمه اللي اسال عنها في حالات انيميا عموما الهيستوري، الولد ده بياخد علاج لحاجه ولا ما بياخدش علاج لحاجه، لان قد يكون مفتاح الموضوع كله ان الولد ده بياخد دواء، الدواء ده اللي عامل بون مارو سبريشن، اوقف العلاج المشكله تحل. طيب النقطه اللي بعد كده بعد الابلاستيك انيميا، الانيميا عليها الدور، هي اخر حاجتين معانا، انيميا اوف كرونيك ديزيز، ودي سهله خالص. انيميا اوف كرونيك ديزيز معناها بكل بساطه ديت الماكروفاج. الماكروفاج طبيعي عندها ايرن متخزن جواها، ده حديد جوه الماكروفاج اللطيفه دي. الماكروفاج اللطيفه دي بكل بساطه في العادي بتتبرع بالايرن ده للار بي سيز او لخلايا الدم. يعني اثناء الكرونيك ديزيز والكرونيك انفلاميشن، شخص في مرض بيبقى عنده زياده الانترفيرون انترليوكنز، انترفيرون جاما والانترليوكنز اللي هي انترميديت، يعني انفلاماتوري انفلاماتوري ميدياتورز، تمام؟ ده اثناء الكرونيك ديزيز. فبكل بساطه ديت بتمنع النقل للحديد،
بتمنع نقل الحديد من الماكروفاج للايه؟ للار بي سيز، فده تعمل ايرن ديفيشنس انيميا، ده رقم واحد. رقم اثنين ان اثناء الكرونيك ديزيز طبيعي من الحاجات اللي بتتاثر الليفر والكدني، الكدني مثلا كان بيطلع الاثروبيوتين. الاثروبيوتين كان بيروح لايه؟ للبون مارو، يقول يا بون مارو صنع ار بي سيز. ما عادش يخرج الاثروبيوتين. فيحصل انيميا اوف كرونيك ديزيز. انيميا اوف كرونيك ديزيز تتميز ان هي مايلد انيميا، اعراضها مش سيفير قوي. ولو جيت تفكر، تعال خد بالك من هنا، من النقطه بقى هنا، هتظهر لك، ممكن تظهر لك في اشكال شبه شويه الايرن ديفيشنس انيميا، فقد تختلف عليك وتروح انت تعمل ايه؟ تدي له الراجل ده حديد، تعالجه وتدي له حقن حديد، هتلاقي ريزيستنت، مش هتستجيب. انت بتدي الراجل حقن حديد وانيميا ما بتحسنش. ريزيست الايرن ثيرابي، مش هتعالج بالحديد، خلاص؟ المشكله مش في الحديد. طيب الصوت ده بتاع الشخص ده عامل ازاي؟ الام سي في بتاعته ممكن تكون نورمال، يعني نورموسيتك او قليله مايكروسيتك، الاساس نورمال. ماشي؟ بس ما علينا. هلاقي الحديد قليل. لا، فانت تبدا تشك ايه؟ خد بالك مايكروسيتك انيميا مع حديد قليل، ده الراجل ده عنده ايرن ديفيشنس انيميا، تقوم مستعجل بقى، تقول لي خلاص انا مش مكمل، خلاص مش هكمل قراءه الكلام اللي بعد كده، انا هروح اعمل حد الراجل ده حديد مش هيستجيب. زي ما قلنا هلاقي التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي قليله. التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي معناها ان الكبد ما استجابش، الكبد ما خرجش الترانسفيرين اللي كان المفروض يروح يشيل الحديد ويوزعه على التيشوز، الكبد ما استجابش. ده يدل على ايه؟ ان في مشكله في الكبد مثلا. الاقي في نفس الوقت ايه؟ طيب ممكن نسال نفسنا سؤال، طب مش ممكن الفيريتين ده يكون تم استهلاكه مثلا وخلاص، يعني الفيريتين اخباره ايه في الموضوع؟ الاقي الفيريتين نورمال، الاقي الفيريتين كويس، ده معناه انه لم يستهلك المخازن اصلا، يعني المخازن موجود. خدوا بالكم كده، المخازن الفيريتين موجود في جوه الخلايا والحديد موجود ولكن جوه الخلايا. طب يا عم الحديد يخرج، روح الار بي سيز، عايز حد يشيله، عايز الشيال، مين الشيال؟ توتال ايرن بايند كاباسيتي او الترانسفيرين. الترانسفيرين ما بيصنعش في حاله الايه؟ الكرونيك انيميا او كرونيك ديزيز، ولكن لو حاله ليفر مثلا يعني. خلاص، يبقى عموما ناخد بالنا بس من حاجه، موضوع الكرونيك ديزيز بالذات موضوع متداخل، لانه هيفرق على حسب السبب. لو المشكله في الكيدني هتلاقي القصه بسببها مثلا نقص الاثروبيوتين، مشكله في نتيجه مشكله في الليفر هتلاقي مشكله اكتر نقص ترانسفيرين والبروتينات اللي بتشتغل على الحديد وهكذا. فالموضوع متداخل ويختلف في الاخر على حسب الايه؟ على حسب السبب، ولكن المشترك ان هي غالبا مايلد انيميا بتكون لفتره طويله. يعني الراجل ده مثلا يعيش سنه سنتين ثلاثه كده عنده انيميا نقص 2 3 جرام بتاع، بس لو طبعا دخل في مشكله تبقى كارثه يعني، لانه اصلا الدنيا بايظه عنده من الاساس. خلاص، انا كده انيميا اوف كرونيك ديزيز والكلمتين اللي عليها. اخر انيميا معانا سيدروبلاستيك انيميا، مش محتاج اقول فيها بس غير ان ده فيه حديد كتير، في ايرن اوفرلود، فالحديد ده بدا بيتراكم حوالين النيوكلس بتاعه الار بي سي، مش بتاعه الار بي سي بقى، بتاعه اقصد الايه؟ الريتيكولوسايت يعني، بيتراكم حوالين الخلايا بتاعه الريتيكولوسايت، حديد كتير، ايرن اوفرلود. ماشي، في السي بي سي بلاقي خد بالك من حاجه، رغم ان الحديد كتير بس تراكم حوالين المعنى المتراكم دي كده، يعني ده اب نورمال هيموجلوبين، هيموجلوبين مش طبيعي. خد بالك الحديد كتير بس بيتكون بشكل غير طبيعي وبتلف كده حوالين النيوكليوس، فتلاقي في الشكل في الاخر لما تحط في صوره الدم وتيجي تشوف كميه الهيموجلوبين تلاقي هايبوكروميك، هو الهيموجلوبين مش متكون، ده حديد متراكم على بعضه ولازق في جنب، ده مش هيموجلوبين، ده حديد ايرون. يعني ايه بالفرق برضو؟ المفروض الايرن بيتحد مع حاجه اسمها بروتوبورفيرين عشان يبقى اسمه هيم، الهيم يتحد مع الجلوبين يبقى اسمه هيموجلوبين. احنا ما وصلناش للهيموجلوبين، احنا حديد كتير وخلاص، يبقى فرحتي زي قلته. الحديد الكتير ده متراكم في البون مارو، فلما اجي ابص على البون مارو فلاقي زياده في الحديد. اللي يميز السيدروبلاستيك انيميا هو الشكل المميز جدا للايرن رينج اراوند النيوكليس، سلسله من الحديد متراكمه حوالين النيوكليس، بتشوفها تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب. طيب ايه المشكله اللي بعد كده او اخر نوع انيميا معانا؟ الليد بويزن، تسمم بالحديد، تسمم بالرصاص. مشكله الرصاص انه بيوقف تصنيع الهيموجلوبين وبيوقف تكسير الار ان اي. المفروض من خطوات تصنيع الار بي سيز الطبيعيه ان بيكون في دي ان اي وار ان اي بيختفي، يعني بيتكسر، هو بيمنع كده، وبالتالي تلاقي خليه الار بي سيز، خلايا الار بي سيز في البلد جواها حتت من الار ان اي زي ما هي، ما حصلش بريك داون الار ان اي، ده رقم واحد. رقم اثنين مفيش جواها هيموجلوبين طبيعي، عشان كده عملت انيميا. والا ايه اللي جابها في شابتر انيميا؟ بكل بساطه عشان خاطر في ابنورمال هيموجلوبين سينسز. لو رجعتوا الهيموجلوبين، تصنيع الهيموجلوبين، مش فاكر شرحناه السنه دي ولا السنه اللي فاتت، السنه تقريبا شرحنا لكم سنه ثانيه تقريبا. عموما يعني تصنيع الهيموجلوبين ده بكل بساطه في سنه اولى في شابتر في مديول البلد، اول مديول في الترم الثاني، ما علينا، الله يرحمه، الله يرحمه جدا. عموما يعني الهيموجلوبين ده لو حصل ان الهيم ما تصنعش بشكل كويس، الليد كان بيوقف الانزيم اللي اسمه الاسنسيز، امينولوفينيك اسيد سينسيز، ده الانزيم اللي بيصنع الهيموجلوبين. عموما ما عادش تصنيع هيموجلوبين وبالتالي يحصل انيميا. في نفس الوقت الاقي ريمننت وقطع من الار ان اي متراكمه داخل
الار بي سيز ده اللي بنسميه او ده الشكل المميز للليد بويزنينج. ليه مسمى كده؟ يسموه ايه المصطلح بتاعه؟ يعني حاجه اسمها رومانوسكي، ما اعرفش انطقها والله، رومانوسكي او رومانوسكي، اين يكون ده وصف الايه الشكل ده. يعني معنى منه ده بكل بساطه قطع من الار ان اي داخل السيتوبلازم. دي كده يا ساده الكرام بكل بساطه النوع الاول من الانيميا اللي هي الانيميات نتيجه نقص الار بي سيز برودكشن، اير ديفيشنسي انيميا، ميجالو بلاستيك انيميا، ابلاستيك انيميا، كرونيك ديزيز، سيدروبلاستيك، والليد بويزنينج انيميا. دي انواع الانيميات اللي حصل فيها مشكله في تصنيع الار بي سيز. كده بفضل الله اكون خلصت الجزء الثاني، باقي لي المفروض ان انا اتكلم عن هيموليتيك انيميا، جزء اقل في المجهود شويه من دول، دول فيهم كلام شويه. المفروض ان شاء الله العالمين نخلص اللي نقفل معاكم السيشن ده وابعت لكم لينك جديد. فعموما خلينا نوقف الريكورد ونشوف لو قادرين اصلا تكملوا ولا نكتفي بهذا القدر النهارده ان شاء الله رب العالمين.